بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عندنا رقم 97 بيقول لك ايه افتر تريتمنت ذا ماتيرنال في دي ار ال تيتر سلولي ديكريز. تمام، بعد ما اتعالجت الفي دي ار ال بتاع السفلس قل، بوت ستيل ايه سبحان الله العظيم، بوت ستيل ايه بوزيتيف ات ذا تايم اوف ديليفري ذا فيتوس ابييرز نورمال بوت ذا كورد ذا في دي ار ال از اولسو بوزيتيف. يعني هو جاله سفلس، يعني وات يوزفول ذا موست لايكلي اكسبلانيشن ان البيبي هاز ليفل اوف الماتيرنال ايه اوف الماتيرنال انتي بوديز. يعني هو الام اتعالجت تمام، فطلع لها الانتي بوديز، انتي بوديز ضد السفلس عدت للطفل، وادام الام اتعالجت خلاص فهو يعتبر الطفل ايه كانه كده بقى عنده ايه، كانه بقى عنده مناعه. مش علينا اصلا الحوارات دي، ناخد اللي قصادها. 102 بيقول لك if you found that واحد عندها 25 سنه old patient with amenorrhea بقى لها 18 اسبوع حامل. يعني طيب بيقول لك duration had an elevated serum hcg ال HCG عالي، which of the following would be the most likely diagnosis. يبقى هي بقى لها، انا مش عارفه، هو بيقول لك بقى لها 18 اسبوع ما عندهاش امنوريا وال HCG عالي، يبقى هي حمل. ايه المشكله؟ مش فاهمه. تمام طيب to distinguish whether or not the infant is infected. infant بتاع السيفلس ده ان انت تعمل ايه VDRL تمام، تشوفه بقى هيختفي ولا لا، ولا هديك ايه ولا هديك بوزيتيف. دي حاجه مناعيه تقريبا كان بنشوف فيها الانتي بودي وكده يعني تمام. والحاجات حاجه تخص السيفلس يعني. طيب ماشي، يبقى انا هتابعه بالفي دي اي ار ال لحد ما اتاكد ان ان الانتي بوديز دي مناعيه وكده. ووتش اوف ذا فولوينج ستيتمنت اباوت هيومن كورين جلادوتروبين استرو ان الماتيرنال سيرم كونسنتريشن از يوزد از بريجننسي تيست. ان انا ممكن اقيس الاتش سي جي ده، احنا قلنا ممكن نقيسه في اليورين وممكن نقيسه في الايه في السيرم، وده يعتبر بريجننسي تيست. طيب بيقول لك هنا واحدة عندها 28 سنة نوتد لوس اوف فيتال موشن 35 اسبوع ما بقتش مش حاسة بحركة الطفل. جيستيشن باي ديت فيتال هارت ساوند ويرنت هي مش سمع اي صوت للطفل. هو انت بيشنت ووز فيرست سين زي يوترس ميجر 30 سنتي فروم السنفس بيبس تو فانتس. يعني هي كده ايه، يعني هي كده صغيره، المفروض ان السنتي ده يبقى على قد الاسابيع اللي هي حملت فيها، فهي كده ايه، فهي كده صغيره. المهم بيقول لك امنيو سنتيسيس بي لايكلي تو ليفيل، مش عارفه بقى سك دارك براون فلويد على اساس ان حصل هيمورج ولا ايه. بيقول لك افاليبل تيست تو بيرفورم ات ذس تايم وبي كلوتينج سكرين تمام، على اساس انه مثلا ممكن يحصل ممكن يكون حصل هيموج ولا حاجه او بلاسنت انسفيشنسي، وهو اللي عامل له الايه ال الانترا تراين جروس ريتارديشن ده تمام. كلوتينج ايه، كلوتينج سكرين. طيب الموست ويل ريكوجنايز ماتيرنال كومبليكيشن ذات مي اوكير ان ذس كيس كواجيليشن ديفكت مع الهيموج بيحصل ايه دي اي سي، والدي اي سي ده يعتبر ايه كواجيلو بسيط تمام. يبقى هما التلاته كانوا ايه، كانوا مع بعض. طيب هنا بقى بيقول لك ايه ذا ميجرمنت اوف الامنيوتك فلويد، ميجرمنت اوف الامنيوتك فلويد فوسفاتيدايل جليسيرول از افكتد باي، ما نعرفوش يبقى نختارنا الوفاف ما نهبتش تمام. طيب نيونيتال هايبوكالسيميا وزان ذا فيرست تو دايز، هايبوكالسيميا في اول يومين اذا سيشن مع كل ده مع ده مين، مغنيسيوم سلفيت ادمنستريشن. بصوا هو المغنيسيوم ام جي ام جي موجب 2 احنا بصمجه ان هو بيعلي الكالسيوم، سي اي موجب 2 تمام، لكن هايبوكالسيميا لا الاثنين مش مع بعض. طيب بيقول لك 3 days full term infant is jaundice but otherwise healthy تمام، jaundice ولكن ايه ولكن healthy. المهم يعني الكومبستيتر لان انا كتفي بدا مش ايه مش انتي بودس. and the unconjugated bilirubin concentration unconjugated اللي هو الاندايركت 8 الاندايركت 8 ملي اذا موست ابروبريت سيرابي فوتو سيرابي، ودي اصلا حاجه اطفال يعني. واحد مسفري بياخد ايه، ياخد فوتو سيرابي. 111 immediate care of actually ill premature infant should include كل ده ما عدا مين لبريترم وعيني عيني catheterization to monitor اليورين output. احنا انا عندي دلوقتي عيان طفل بريترم، يبقى انا هدفي اخلي بالي من الهايبوثيرميا. تاني حاجه منتين البيتنت اير واي عشان النفس. تالت حاجه انسيرشن ان امبلايكال ارتري كاستر عشان لو عايزه اديله بلاد سبلاي ولا كده بلاد فلويد. وتاني ادكوت اكسجينيشن تمام عشان لو دخل مني ايه، لو دخل مني في ديزنيا ويبقى احنا كده هنديله بلد وهنعمل له عشان لو دخل في شوك ولا حاجه هايبوثيرميا هندفيه، وطبعا هنخف عليه من الديزنيا لكن مالناش علاقه باليورين ايه باليورين اوت بوت. طيب
ضرس صغير بيقول لك جاستريك اسبيريت ل 36 اسبوع جستيشن انفانت كونتين 30 مللي اوف بايل ستيند ايه بايل ستيم فلويد. الفايندنج از موست كومن ويز ويتش اوف ذا فولوينج اوردر. يعني احنا جينا ناخد جاستريك عينه من الجاستريك لقينا ايه؟ لقينا فيها بايل مغدره كده. يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده ميكونيوم اليوس. مش عارفه بقى اليوس يعني حاجه زي باراليتيك الياس كده يعني مشكله في الانتستين، فعشان كده الفوميت او الحاجه اللي بلاقيها في المعده بتكون بايلستند فوميتنج زي ما احنا متعودين ولا ايه؟ تمام احنا هنسكمها كده. طيب الريسبيراتوري ديستريس ان بريماتور انفانت مي بي مانيفيستيتد باي ذا فولوينج ساين اكسبت الريسبيراتوري ديستريس في الطفل بريماتور. ممكن يكون كل ده ما عدا مين؟ هنختار اكرو ساينوسس ونقول ايه؟ ونقول اللي هو اصلا الريسبيراتوري ديستريس بيكون كل حاجه اكرو وسنترال. اكرو وسنترال انا ما عنديش معلومه برضو تمام، بس انا بسكم يعني اكرو وسنترال. اكرو سنترال عشان هو بريماتور فمش هنفرق هل هو اكرو ولا مش اكرو. ان شاء الله الحاجات دي ما تجيش. مش طبعا الميديات ثيرابي فور انفانت والسسبكتد ميكونيوم اسبيريشن شود روتينلي انكلود. بيقول لك الميديات ثيرابي فور انفانت سسبكتد ميكونيوم اسبيريشن لازم يكون بيحتوي على اول حاجه تعملها لو هو بلع ميكونيوم ان انت تشفط له وتنضف له الايروي عشان ما يتخنقش. طيب فولوينج ا ديفيكالت فاجينا ديليفري 38 اسبوع جستيشن انفانت از فاوند تو هاف ديزنيا وايه تكبنيا وصيانوزس واسيمتريكال شيستول وايه بدون ايه بدون داخل في ايه في نيومو سوركس عشان اسيمتري للشيست وول. ده كده يعتبر نيومو ايه كنا بنقول الاسباب فيها وفي مش عارف ايه يبقى اسيمتريكال للشيست وول. يبقى ده كده ايه نيومو سوركس على واحده دون عن الثانيه لان لو جت على الثانيه كان هيموت. طيب بيقول لك ايه ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنت اباوت بيتا دكتس ارتروز ان ذا نيو بورن استرو مي بي سيكوال اوف كونجيتال روبيلا ايه سندروم. كنا خدنا في كونجيتال روبيلا سندروم كاتركت وديفنس وبي تي ايه. طيب كونجيتال روبيلا از ان لايكلي تو ديفلوب اف نو رايز ان ماتيرنال انتي بودي تتر از فاوند وذين 3 ويكس. تمام 3 ويكس سبسيكوينت تو ابريفيوس تيست يعني مفيش انتي بودي طلعت يبقى مفيش ايه مفيش روبيلا. طيب شست اكس راي اوف تيرم سايز انفانت وذ ريسبيراتوري ديزيز لقينا ايه؟ لقينا بايبريكيشن اند كورس سترينج ثرو اوت ذا لانج فيلد. يبقى دون مش عارفه بايبريكيشن از فايندنج الموست كومن ويز دي هايبر اريشن. هايبر اريشن وكورس ستريكن يعني بصوا احنا للاسف يعني هنسكم الميكونيوم كانه زي الشرايح كده ستريكس 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 تمام كانه زي الشرايح. طيب ان انفانت اوف فري لو بيرس ويت كيلو ونص الموست كومن سايت اوف انتراكرينال هيمورش يا حبكه انتراكرينال هيمورش كمان بري فنتريكولار وانترا فنتريكولار بري فنتريكولار وانترا فنتريكولار. واصلا البرين ما هو الا عباره عن فنتريكل تمام فهي بري فنتريكل وانترا فنتريكولار. سيرفكتنت سنسل وذن ذا فيتوس ريكوير اول اوف ذا فولوينج ستراكشر اور انزيم اكسبت اراكيدونيك اسيد. مش في السؤال كان في اس اس سيرفكتنت سنسس فاحنا هناخد ايه ايه اراكيدونيك اسيد. اراكيدونيك ايه اراكيدونيك اسيد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد. طيب هناخد اللي قصادها which of the following statement about the finding of two umbilical vessels is true a combining congenital anomaly are found in less than half of surviving infants. يعني للاسف للاسف الكونجنتال انومالي الكونجنتال انومالي في نص العيال بس في اقل. ما تزعلوش ما تزعلوش ما تزعلوش زي ده هو لزان الهاف لزان الايه لزان الهاف. طيب during the last months of normal pregnancy the fetus grows at rate of approximately يعني بيقول لك في اخر شهر بيكبر حوالي هو اصلا المفروض ان هو بيكبر ايه بيكبر في اخر في الشهور الاخيره دي كلها بيكبر ايه بيكبر نص كيلو كل اسبوع نص كيلو كل اسبوع تمام وفي اخر شهر لوحده هيكبر ربع كيلو ماشي في اخر شهر لوحده هيكبر ايه هيكبر ربع كيلو كل اسبوع في اخر شهر لوحده هيكبر ربع كيلو كل اسبوع تمام. طيب compared to symmetrical growth retardation في اليوترو an asymmetrical growth related fetus has a faster growth recovery rate after delivery. بيقول لك في حاجه اسمها asymmetrical growth. الاسيمتريكال growth يعني ايه؟ يعني راسه تكون كبيره لكن جسمه ايه لكن جسمه صغير. اما السيمتريكال لا ده راسه صغيره وجسمه صغير كل حاجه صغيره. طب هو بيقول لك الاسيمتريكال growth طبعا احسن على الاقل حاجه كبرت تمام فهو بيقول لك faster growth recovery rate after ايه after delivery. طيب the overall
برينيتال مورتاليتي اسوسيشن مع بولي هيدرامين اس اوفر اول برينيتال مورتاليتي. كنا خدنا قبل كده اللي بيموت في الاكلامسيا كان المورتاليتي ريت كانت 10%، هنا بقى هنقول اللي بيموت في البولي هيدرامين ده 4 اضعاف، والبولي 4 اضعاف الايه، 4 اضعاف الاكلامسيا اللي هو 4 في 10 ب 40. طيب في ال ار اتش انتراترين ترانسفيوج از كونسيدرد از سبكترو فوتوغراف اناليسيس اوف لامينيتك فلويد ريفيل هاي بيك اوف 450 ملي مايكرون، مش عارفه الصراحه، بس هو طبعا ايه انتراترين فيتال ترانسفيوجن، انتراترين فيتال ترانسفيوجن مش عارفه الصراحه، ولا حتى عارفه اسكنها ازاي. افتكروا بس بالرقم اللي هو ملي مايكرون ده 450 ملي مايكرون. شورتلي افتر فاجينا ديليفري اوف ان انفانت ويز ان اوكسيبت بوستيريور بوزيشن فوجلي ديماركيتد ايديميتوس اريا على الميد لاين. احنا كنا نقول الكبد سكسيرينيوم دي انا عباره عن ايه، ايديميتوس اريا كده وبتكروس الايه وبتكروس الميد لاين كمان، يبقى ايديميتوس ميه يبقى كبد سكسيرينيوم بلاد سيفالوهيماتوما. طيب السمولست سيركمفرنس في النورمال فيتال هيد كورسبوند تو ذا بلين اوف السمولست سيركمفرنس في النورمال فيتال هيد كورسبوند تو فيتال هيد كورسبوند تو ذا بلين اوف سب اوكزيبيتو براجماتيك، سب اوكزيبيتو براجماتيك دايامتر، سب اوكزيبيتو براجماتيك دايامتر مش عارفه الحاجه دي مش تبعنا، سب اوكزيبيتو براجماتيك ايه براجماتيك دايامتر تمام، سب اوكزيبيتو سب اوكزيبيتو يبقى اصغر يبقى سب سب اوكزيبيتو ده اصغر حاجه ايه بتخش. طيب because of rapidly enlarging uterus during the third trimester ultrasonograph is performed and acute polyhydramine is confined. لان acute ايه polyhydramine all the following fetal or placenta abnormality may be visualized and are association with the following except. يعني في acute polyhydramine كل ده موجود ما عدا مين، ما عدا congenital nephrosis، لان انا لو ما عنديش كني اكيد مش ده من ضمن الاسباب اللي هي بتاعت الاوليجو ايه الاوليجوهيدرامين. طيب 125 of the option listed below the most common cause of prenatal death اشهر سبب بموت prenatal death هو البريماتور. طيب 131 if the fetal intrauterine transfusion is indicated which of the following is the best fresh او negative cell. طبعا الاو لان ما لهاش لا انتيجين ايه ولا انتيجين بي. طيب 126 بيقول لك الفيتال ليفر ستور هاي ليفل اوف جلايكوجين اتر مخزن طبعا وايه ونازل بتخزينه كده، احنا نسكن ان هو مخزن ونازل تخزينه كده من الام عشان هيشوف الحياه اللي ما فيهاش حاجه دي. طيب 132 ريبيت انترايترين اكسشينج ترانسفيوجن فور ار اتش ديزيز شود بي دان ابروكسيميتلي افري، يعني كل شويه بيعملوا اكسشينج ترانسفيوجن على الاقل خالص عشان ما يوجعش الطفل فناخد اطول مده عشان ما ناذيش الطفل اللي هو 4 اسابيع، اطول مده في الاختيارات 4 اسابيع تمام. يبقى البرينيتال موربيديتي والمورتاليتي بريماتيورتي اكتر احلى حاجه ان احنا نستخدم فريش او نيجاتيف سل، الفيتال ليفر بتخزن جلايكوجين، ريبيت انتراترين اكسشينج ترانسفيوجن فور ار اتش ديزيز شود بي دان اكزيميتلي كل 4 اسابيع. طيب الفيتال كدني قال لك الفيتال كدني برودوس اونلي هايبوتونيك ايه يورين، يعني على قدها كده حاجه بسيطه مش احسن ما تعملش خالص، هو بطن مامته على قدها تمام. طيب ان ذا فيتس ذا موست ويل اوكسجينيتد بلاد از الاود انتو سيستماتيك سيركيليشن باي فورامين اوفال، احنا عندنا الدم بيجي عن طريق الامبليكال فين وبعدين يروح للبورتال فين وبعد الدكتس فينوزا او الليفر ويبس للانفيرو فينا كافا وبعدين راح للرايت اتريوم، وعلى طول من الرايت اتريوم هيلاقي كل ده دم مؤكسج، هيلاقي ايه فورامين اوفال، والفورامين اوفال ايه فورامين اوفال هيحوط على طول. طب ليه ما قلناش دكتس فينوزا؟ لا ده هي خلاص اتحولت للجامنتوس ما لناش علاقه بيها تمام. وليه ما قلناش رايت فينتركل؟ لان الفورامين اوفال دي ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم لسه ما دخلناش على الرايت رايت فينتركل تمام. طيب بيقول لك ان ذا فيتال سيركيليشن الهايست اوكسجين كونتنت وات اوكير ان ذا دكتس فينوزا، بيقول لك في الفيتال سيركيليشن تمام الهايست احنا قلنا ايه الهايست اوكسجين هيخش عن طريق الدكتس فينوزا، مفيش هنا فورامين اوفال يبقى الدكتس فينوزا هي الاول، لكن هنا الدكتس فينوزا كان كاتبها لي ليجامنتس فينوزا لا دي خلاص، لكن الدكتس فينوزا ماشي، لكن ليجامنتس فينوزا ده بعد ما يتولد اصلا. الفوليوم اوف الامنيوتك فلويد تشينجز ديورنج الجستيشن اون افريج وات فوليوم اوف الامنيوتك فلويد از بريزنت عند 40 ويكس يعني كانها ايه كانها تولد، هو اصلا طبيعته من نص لتر لواحد ونص لتر تمام، ف 40 ويكس دي كانها بتولد فهناخد ايه اكتر رقم. طيب
الكونسنتريشن الكونتراكشن ستريس تيست تمام اور اوكسيتوسين تشالنج تيست از بوزيتيف اف. بيقول لك بقى از بوزيتيف اف ايه؟ اف ذا ريز ان كونسيستنت ليتنت بيبقى بوزيتيف لو انا عندي بلاسنتا انسفيشنس تمام. يبقى لو ان كونسيستنت ليت ديكلاريشن لا ليت ديكلاريشن وهايبر ستيميوليشن هو بيبقى مع الليت ديكلاريشن نو يوترين كونتراكشن لا نو ليت ديكلاريشن لا هو بيكون مع الليت ديكلاريشن وذ بلاسنتا انسفيشنس تمام. فنختارنا نقف طيب بيلروبين بيجمنتس كوز ا بيك اوف on the spectrograph at which of the following wavelengths 450 ملي مايكرون نفس المايكرون بتاع الايه بتاع الانكومباتيبلتي في الار اتش اللي خدناها قبل كده. يبقى هو بيكون الخلايا بتتكسر هيمونيتيك انيميا ولا حاجه والبيلروبين بيكون 450 ملي مايكرون. لسه ما خدناش الموضوع ده اصلا. الافريج فيتوس از ذا تيرم ابروكسيمتلي هاو لونج هيل اوف كراون هاو لونج اوف هيل تو كراون يعني يعني بيكون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الافريج فيتوس ات فول تيرم من الهيل يعني من الكعب لراسه اللينس بتاعه بيكون ايه اللينس بتاعه بيكون 50 سنتي 50 سنتي اللي هو نص متر تمام. هيونز امبلايكال كورد از فاوند بتوين الفيتال هيد اند انتكت ممبرين از سيرفيكال اس يعني لان الامبلايكال كورد ما بين الفيتال هيد تمام والانتكت ممبرين ادي الامبلايكال كورد هنا اهو عند حته الانترنال اس ده بنسميه ايه كورد بريزنتيشن يعني حتى الكورد بيعمل بريزنتيشن يعني ماشي. طيب بيقول لك ايه which of the following blood group is responsible for the greatest incidence of erythroblastosis fetalis ال ABO ال ABO ايه ال ABO system تمام. طيب at 24 week gestation the تتر 1 على 32 تمام at this point which of the following should be done ده دي ليها علاقه باللي تحتيها ما علينا ماشي. طيب بيقول لك rough estimation of the fetal length in centimeter from cavum to heel during the first 5 months of gestation can be obtained ممكن نقيس راس الطفل الايه لرجله the length is approximately equal to the square في اللونر مانس مربع الشهور القمريه مربع الشهور القمريه انا بجد مش عارفه الشهور القمريه هي ايه بالظبط وانهي شهور فيعني مش مهم. الانسيدنس اوف الار اتش سنسيتايزيشن از سسبتبل وومن وذير فيرست ار اتش بوزيتيف بريجننسي الانسيدنس بتاع الار اتش سنسيتايزيشن اللي ما خدناهوش اصلا ان سسبتبل وومن وذير فيرست ار اتش بوزيتيف از يعني هي اول مره تبقى ار اتش بوزيتيف فاكيد مش هتضطر زي تاني مره ماشي. فهو نختار ايه اول مع اول خلاص واحد مع واحد جميل قوي. طب بيقول لك ايه الانسيدنس اوف الفيتال ديمس افتر نيجاتيف اوكسيتوسين تيست مش عارفه ايه ده برضو او سي تي از ابروكسيميتلي الانسيدنس اوف الفيتال ديمايز تمام افتر نيجاتيف اوكسيتوسين بصوا يعني هو احنا نسكمها زي هو نيجاتيف يعني مش موجود اصلا يكاد يكون صفر يبقى نختار واحد اقرب حاجه ليه رب الارقام دي كلها تثبت. At 30 week gestation the amniocentesis reveal a delta OD 450 الرقم بتاع ال RH اللي احنا عارفينه من زمان قوي which of the following should be done لا ده في RH خد بقى ايه amniocentesis هو اصلا كان السؤال فوق كان بيقول خدنا amniocentesis ولقينا 450 مليون وجاب ملي دي وجات برضو على البيلروبين برضو نفس الكلمة. 22 year old at 40 week gestation developed vesicular lesion عند الفالفا causing dysuria و burning pain وكده تمام يعني عندها physicals كده من بره بتعملها dysuria و burning pain يبقى ده الايه الهربس فالفايتس في الهربس ده في منه نوع جينيتاليا وفي منه نوع نون جينيتاليا ده النوع الجينيتاليا بقى تمام هو اللي بيعمل physicals كده. others زي specific culture which of the following diagnostic steps is most clearly indicated يعني غير بقى الايه غير specific culture بتاع الهربس نعمل ايه تاني قالك باب سمير للليجن تمام يعني بنعمل باب سمير للليجن انا كل معلوماتي عن باب سمير دي في الجاينة كانت ليها علاقة بالسيرفكس وكده يعني ممكن تكون سكريننج للسيرفكس كانسر وكده ما عارفش بقى ايه علاقتها بالهربس الصراحة. بصوا احنا هنقول ايه هربس ان شاء الله الحاجة دي ما نجيش يعني بس هربس بي بي مع بي. طيب ان ار اتش خربت الار اتش نيجاتيف موزر هاز انتي دي انتيبادي لواحد على 28 ويك بيقول لك شي شوت هاف ويتش اوف ذا فولوينج
واحد على تمانية في 20 ايه في 20 اسبوع. من الواضح ان ال 20 بتقبل اسمع الاربعة، ومن الواضح ان 8 بتقبل اسمع الاربعة. فاحنا هنكرر في ايه في 4 اسابيع لحد ما ناخد الموضوع ده بيعمل ايه اصلا. طيب هنا بيقولك بقى بعد ما قررنا، وبيقولك ايه قرر في 4 اسابيع تمام. بيقولك طب التتر زاد بقى 1 على 32، لا ده من 1 على 8 ل1 على 32، لا ده في خطر تمام، في خطر، الدنيا كده ماشيه ناحيه اتجاه وحش، لازم اخد امينيو سينثيسيس. يبقى لو 1 على 8 بسيط هكرر لسه في 4 اسابيع، طب لو مش بسيط يبقى اخد ايه، اخد امينيو سينثيسيس. طيب 147 بيقول لك ايه دياجنوستيك تيست از ابليكابل تو روفيل. الدياجنوستيك تيست في سؤال ايه يا رب يا رب يا رب، في سؤال الهربس ماشي. بيقول لك ولا ايه انترانيوكليار انكلوجن، بندور على انترانيوكليار انكلوجن بتوع الهربس فيروس تمام. طيب الكيزز يبقى احنا بنعمل باب سمير عشان ندور على الانترانيوكليار انكلوجن بتاع الهربس فالفيتس اللي جه على الفالفا وعمل فيزيكلز. طيب الكيزز شو بي مانجد باي، الكيس بتاع الهربس دي متمانج باي ايه سيزيريان تقريبا عشان يعني ما يتنقلهمش الهربس وهم نازلين فشاينا وكده. طيب الامنيوتك فلويد اندكس للبولي هيدرامين 20 اعلى من 20 وربعهم في الاوليجو هيدرامين يعني اعلى من 5. طيب نورمال فيتال هارت ريت از 120 على 160، وكانت في الرسمه مرسومه عند 140. 120 على 160 كانت في الرسمه في الفيتال والبينج مرسومه عند ايه 140. طب فيتاس انديكيتد ويز هيربس ديورنج ديليفري، بيقول لك ايه طب لو هو بقى اتولد فاجينا وتعدى وهي ما رضتش تولد سيزيريان اوفن باي اور ار نيولوجيكال دامج هيموت، فعشان كده لازم الولاده ايه من فوق من النظافه تمام. 155 بتقول ايه سيتنج بوزيشن اوف بضها اوكير ان، مش عارفه الصراحه ار اتش اي ار اتش انكومباتبيلتي ار اتش انكومباتبيلتي برده ما خدناش. طيب دايابيتك بيشنت ويز ان امنيوتك فلويد الليسسن على السفنجو مايلين بتوع اللنج ماتيورتي، يعني الليسسن على السفنجو مايلين يا ربي تلا اتنين تمام، الليسسن على السفنجو مايلين ايه اتنين ديليفرد ا سمول انفانت هو ديفلوبد انفانت ريسبيرتوري سيندروم، الموست لايكلي هو ليك اوف الايه الفوسفو تيدايل جليسرول. يعني هو الليسسن السفنجو مايلين تقريبا اتنين ده حلو اصلا، بس هو اتولد اتولد ديستريس يبقى هو ناقص له ماده ثانيه اسمها فوسفو تيدايل جليسرول، فوسفو تيدايل جليسرول. اندو توكسيك شوك از كوزد باي اي مع اي، اندو توكسيك شوك دي معانا في المنهج بقى نحفظها اي كولاي. طيب ميجر اوف سيفير اكلامسيا يعتمد على الايه الايدن كرايتيريا، الايدن كرايتيريا كانت بتقول ايه، كانت بتقول ان البلاد بريشر يكون اعلى من 200 وان البلس يكون اعلى من 120 وان التمبريتشر تكون اعلى من 40 وان الريسبيراتوري ريت يكون اعلى من احنا قلنا الريسبيراتوري ريت اعلى من التمبريتشر اعلى من 40، الريسبيراتوري ريت اللي هو البلس اعلى من 120 والبلاد بريشر اعلى من 200 والتمبريتشر اعلى من 40 والتمبريتشر اعلى من 40، الريسبيراتوري ريت هو اللي اعلى من 40 والتمبريتشر اعلى من 39 وكوما بقى له 6 ساعات تمام وكونفورشن بقاله 6 ساعات وانيوريا وابسنس للاديما تمام وجونتس، دي كلها ايه ايدن كرايتيريا بتاعت الاكلامسيا بس كده. تعالوا ما نشوف البوست تيست ده بيقول ايه، بيقول لك تو سمرايز الاوبستريك هيستوري لاومن هو هاد 4 سبونتينوس ابورشن 3 فول تيرم بيرث 1 تشايلد بورن ات 32 ويك تمام تو ليفينج تشيلدرن 1 could write her variety as، يعني هي يعني هي ايه يعني هي اجهضت 4 مرات وخلفت 3 اتنين منهم عاشوا وواحد ميت، فاحنا نقول خلفت 3 تمام، اتنين منهم عاشوا وواحد ميت، نكتب الميت واحد الميت تمام، واتنين منهم عاشوا اللي هو الاتنين اهو، واجهضت كام اجهضت 4 مرات تقريبا بتاعه 3 1 4، يبقى احنا بنكتب اللي خلفتهم هي خلفت 3 اتنين منهم عاشوا وواحد ميت، يبقى 3 هي خلفتهم وواحد ايه واحد مات تمام، 3 هي خلفتهم وواحد مات. طيب العايشين 2 هنكتبهم في الاخر والاربعه في النص، انا مش عارفه التكنيك يعني بس ممكن نساكمه ازاي، ان هي خلفت قد ايه خلفت 3 تمام، مين من اي نكتبها في اول الارقام، مين منهم عايش 2 نكتبها في اخر الارقام، وفي النص اللي ميت واللي حصل له اجهاض تمام. طيب
بيقول لك ايه اليوترس انكريز ان ويت فروم انتو نون بريجننت ستيت تو جرام الترم ويل هاف بلاد. هو بيزيد من ايه؟ بيزيد لحد كيلو. تمام، بيزيد من 60 جرام، من 60 جرام. هو اصلا يعني عند البنات اللي هي نون بريجننت خالص 60 جرام. تمام، بيزيد لحد ايه؟ بيزيد لحد كيلو، لحد كيلو. والبلاد فلو بيزيد من 50 ل 500، ماشي. يبقى 600 مش وحشه برضه. يبقى هو زاد من 60 جرام لكيلو، والبلاد فلو زاد من 50 ل 500. طيب بيقول لك هنا ايه؟ A local free clinic provide termination of pregnancy but doesn't follow on this patient. تمام، A local free clinic provide termination of pregnancy. تمام، بتنهي الحمل يعني. One such patient come to see you. The pathology report from the termination reads deciduous. Deciduous no villi. Deciduous وما فيش ايه؟ ما فيش villi. يبقى ما فيش villi، يبقى ما فيش طفل. يعني ممكن يكون الحمل ايه؟ اكتوبك، حمل عنقودي. اكتوبك بريجنانسي. تمام؟ طيب هنا بيقولك breast exhibit an increased growth of ductal والفيلار تيشو تحت تأثير ايه؟ الاستروجين، استروجينات الممر، الممرات الاستروجينية. يبقى الاستروجين على الدكت، لكن الالفيلار على البروجستيرون. الممرات الاستروجينية، الممرات الاستروجينية. طيب البلاسنتا isn't accurately described by which of the following؟ ان هي carries the same chromosomal complement as the mother. بصوا احنا هنسكمها ان هي مش نفس الكروموسومات، لان الطفل جاي ايه؟ جاي من الاب والام، فبالتالي مش نفس الام يعني. سكمها كده. طيب بيقول لك هنا ايه؟ في سؤال هنا اهو بيقول لك 16 سنه بريزنت تو يور كلينيك وذ كومبلين اوف 12 ويكس اوف امينوريا، يعني وفول بلادر بريست وفول وتندر بريست وانلارجمنت وداركنج الايه للاريا، علامات البريجننسي كلها ونوزيا وفومتنج ومش عارف ايه. طب هو انت عايز ايه في الاخر؟ قال لك هتطلب ايه؟ علامات البريجننسي كلها. نطلب ايه؟ يورين بريجننسي تيست. تمام. طيب which of the following will show a physiological increase في البريجننسي، اللي بيزيد في البريجننسي الفيمورال فينس بريجر في الثيرد تريمستر، اللي هو يعني نتيجة ان اليوترس بيضغط على الانفيرو فينا كافا. فتمام، فزي بيعمل كده زيادة في الفينس بريجر تحت يعني، بيقول لهم انا مش هاخد منكم، كأنه بيرد عليهم يعني. طيب ان which portion of female reproductive is a fertilization بيحصل؟ الأمبولة 55 في الايه؟ 55%. طيب which of the following is sensitized from maternal precursor by البلاسينتا، اللي بيتعمل من البلاسينتا البروجستيرون، عشان كده ال LH بيشتغل يطلع البروجستيرون اول 3 شهور وبعد كده يمشي، والبلاسينتا تيجي تطلع هي الايه؟ تطلع هي البروجستيرون. طيب هنا بيقولك ايه؟ بيقولك الفيتال هارت ريت، الفيتال في سؤال فوق، الفيتال هارت ريت تراكنج بلو ديمونستريت اند كوز اوف الفيتال هارت ريت تريسنج بلو ديمونستريت، اللي هو الفيتال هارت ريت بيلو اللي تحت ده يعني، دي منسيرت ايه؟ variable decreation وcompression عند الامبليكال كورد. يعني مثلا هنا هو، هنا هو نزل تمام مع الانقباضه، لكن هنا هو كان في نزول هو تمام، والانقباضه كانت هنا اصلا، القمه مش عند القمه. انا برضو مش شفت الشرح ده قوي يعني، بس الفاريبل ديكليريشن ان هو بيطلع وبينزل بمزاجه وبغض النظر عن ال عن اليوترين كونتراكشن. ساعات ممكن مثلا ان انا مش عايزه اهبط كتير، بس ممكن تكون هنا اليوترين كونتراكشن خلصت تمام، ولكن هو خلص بدري عنها. تمام كده، ممكن هنا كانت خلصت اصلا وهو اتعمل هنا مثلا القمه مع القمه مثلا كده. فانا مش عارفه برضو شفت شرح ده قبل كده يعني. طيب بيقول لك ميجور بيربس اوف انتي بارتم كير از تو، ميجور بيربس اوف الانتي بارتم كير ان انا ايديكيت البيشنت عن البريجننسي واعلمها واديها التعليمات ازاي تاكل اكل كويس وازاي تكلير المس ازاي افهمها ازاي تتمشى والكلام ده كله. انسر كويشن، هي اي عايزه اي تسال اي سؤال تسال. طيب ماشي هنا بيقول لك ايه؟ 31 سنه وايت فيميل از سين وذ بوزيتيف بريجننسي تيست 1/1/78، اللاست من السيرو البريود كانت 11/1/97، هير منسلز هاف بين ريجولار اند شي هاز بين اكتف. تمام، السيم بارتنر لمده ساعتين اون بولفيك اكزامينشن، لان الفيتوس بتاعها حوالي 8 اسابيع. شي اسكس وين دو يو ثينك اي ام ديو، هتولد امتى؟ البيست انسر هو اللاست من السيرو البريود بتاعها كانت ايه؟ كان 11/1، كان 11/1، هنزود 7 ايام
يبقى ايه 18 واحد. تمام، هنطرح 3 شهور يبقى 18 12، وبعدين 18 11، وبعدين 18 10. لا يكون الرقم بيتنطق 1 11. لو احنا مثلا قلنا 1 11 هنزود 7 ايام يبقى 8 11 8 11 98. هنطرح 3 شهور يبقى 8 10 8 9 8 8، صح؟ هيبقى احنا بنقرا رقم من 1 11 مش زي ما احنا بنقرا يعني 11 زي ما انا قريته في الاول. لا طيب هنا بيقول لك الامبريونيك بيريد اوف ديفلوبمنت از جنرالي كونسيدرد تو لاست فروم ذا ويك تو الويك كذا اوف ديفلوبمنت. بصوا هي بتقعد الشهر الثاني، الامبريونيك بيريد اوف ديفلوبمنت الشهر الثاني، يعني من اول نهايه الشهر الاول لحد بدايه الشهر الثاني كده من 4 ل 8 ايه اسبوع، من 4 ل 8 اسبوع. معرفش هي موجوده فين بس إيه ماشي. طيب قلنا ده كله لان اموج اميجور بربس للانتي بارتم كير اللي هو ايه بقى زي ما احنا قلنا ايديوكيت وقلنا الحته دي. قال لك الديستانس فروم ساكرال برومنتوري تو ايه تو الانفيريور بوردر اوف السيمفس بيوبس از كولد ذا. دي مش تبعنا اصلا ده يقولنا الكونجيجيت ده مش تبعنا دلوقتي. طيب ذا اباف تريسنج وورد وورد ذا فيزيكيان تيكينج كير تيكن كير اوف ذيس بيشنت. ذيس بيشنت از ايه عنده 29 سنه بريمين جرافيتا اول مره تخلف وز نورمال ليبر كيرف هو وز ناو ايه 7 سنتي دايلتيشن اند ميكينج نورمال بروجريس. ديان ولاده ديان ولاده تمام. طيب ديان ولاده ماشي سيبكم منها. بنشوف اخر سؤال بيقول لك ايه 24 سنه اولد بريمين جرافيتا بيشنت تمام 7 اسابيع جستيشن ايج بريزنت تو ذا امرجنسي روم البريجننس تيست بتاعها بوزيتيف والاكزامينشن لقينا 7 ويك ايه 7 ويك سايتوس حامل بقى لها 7 اسابيع. طيب اون الترا ساوند لقينا في تلبون ايوه ماشي الحوار يعني بيقول لك ايه في بريدنج فروم سيرفيكال اوس بات ات ويل انت الاو الاو الباسوش. يعني احنا عندنا ايه 7 اسابيع واحده حامل بقى لها 7 اسابيع وبليد من السيرفايكال ايه بليد من السيرفايكال اسقون. اهم حاجه في البليدنج اللي هو ايه اللي هو ابورشن اني نوع من الابورشن ده 7 اسابيع يعني لسه بدري يبقى ستريت ابورشن. طب البيشنت كوتش واحد زي اسكي وات ار ماي تشانس اوف كيبنج بريجننسي حوالي 50% حوالي 50% هتكملي حمل. هما اصلا عندنا في الكتاب ان هو حوالي 95% هيكونتينيو البريجننسي فلو في 95% نختارها زي الكتاب ولا ايه مش عارف سو اصلا ما فيش 95% تمام. 31 year old female presented to the emergency room with chief complaint of right lower quadrant pain وايه وفاجينا بليدنج. طيب البين از اوف ريسنت اونست البيشنت سبيكس نو انجلش اور انزامينيشن يو فيل سلايتلي انلارجد سوفت يوترس 4 سنتي تندر ماس في الرايت ادينيكزيا في الرايت ايه في الرايت ادينيكزيا يبقى دي كده ممكن تكون ايه ممكن تكون اكتوبك بريجننسي ممكن تكون اكتوبك بريجننسي تمام ممكن تكون بيقول لك ايه ذا ديفرنشال دايجنوز ممكن تكون نورمال بريجننسي عادي والجهاز كله بيوجع مثلا ولا حاجه تمام ممكن تكون اكتوبك بريجننسي وده اصح الاصح. طيب ممكن يكون اصلا عندها ابندسايتس في الايه في الرايت لور كوادرنت تمام. طيب عادي خالص ماشي. قالك الانتربريتور فور ذا بيشنت ان ذا اباف كويتشن ارايفز الفيرست كويتشن وود يو لايك تو اسك از لاست منسترول بيريود عشان طبعا نشوف ونتاكد هل هي فعلا بريجننسي ولا لا وده وهي حامل فعلا ولا لا. طيب يعني مثلا ايوه المنسترويشن لسه موجوده ساعتها فاكيد دي مش بريجننس ومستبعده خالص وهكذا. طيب بيقولك ايه بيقولك التيرن اوت ذا بيشنت از تشاينيز ناشونال جرافي ده مش مهم يعني المهم بيقولك ايه سيكشوالي اكتيف ويز وان بارتنر اند نو هيستوري اوف فينرال سيكشوال ترانسميت ديزيز يعني لا جالها نوزيا ولا فومتنج ولا اي حاجه بقالها اسبوع شي هاد سيمبتومز فور 1 ويك ماشي ريزلت كولد اكزامينشن اند ان اديشن تو انكزيماس لان هيبقى في الادينكزيماس حوالي 20 ويك سايز اليوترس حوالي 20 ويك سايز وذ ذا توبلر نو فيتال هارت از هير مش سامعين اي حاجه خالص تمام. ويقول لك بيشنت بيلونج تو اتش ام هو مش عارفه ايه يو كان اوردر وان تس سونار طبعا عشان احنا ممكن نكون شاكين مثلا من فيزيكولار مول. طيب 21 year old جرافيتا 2 بارا 1 ابورتس 0 استيد ان ذا ايمرجنسي روم 31 ويك تمام جستيشن وذ هيستوري اوف كونتراكشن افري 5 مينتس
lasting 45 seconds يعني كل دقيقة وبتقعد 45 ثانية. For the last 3 hours her differential diagnosis include يعني هي دلوقتي عندها contraction regularian ممكن تكون labor pain تمام ممكن تكون ايه ممكن تكون الكونتراكشن دي فولس ليبر بين يعني ممكن تكون ترو ممكن تكون ليبر ممكن تكون ايه وممكن تكون اللهم ذكرني ترو او فولس. المهم يعني ان هي كلها الكونتراكشن دي مش هتحصل في حالات البلاسنتا ايه البلاسنتا بريفيا. هي في حالات البلاسنتا بريفيا بيكون في بليدنج بس تمام. هو تقريبا ما ذكرش خالص ان في بليدنج يبقى كل ما عدا البلاسنتا ايه بريفيا. طيب ماشي 31 year old gravidas 3 para 2 abortus 0 جات الامرجنسي روم ب 38 اسبوع تشتكي من ايه فاجينا بليدنج. شفتوا بقى فاجينا بليدنج جت اهي وابدومينال بين تمام. الفندس اكزامينشن بتاعها 45 سم المفروض اقل من ميعاده المفروض ان هو يكون 38 يعني ده اكتر يبقى في دم متجمع فمزود حجم الفندس وكده هو وفي طلعت ريت 80 يعني بيدخل في الستريس يبقى دي ابربشو بلاسنتا سيبريشن. طيب البيشنت ديسكرايبد ان ذا بريفيوس كويتشن از فان تو اف الهيموجلوبين 7 وقع بقى لان عنده هيمرج اصلا بلاد بانك وانتس تو نو وات بلاد برودكت يو ويش ازت 60 ملي فروم ذا نيرست بلاد بانك اند يو هاف تو اوردر وات يو وونت يو شود اسك اتطلب انهي دم يعني فريش اول بلاد فروم كوميونتي دونر فريش بلاد وخلاص مش عارفه ايه الحوارات دي والله. يو ار ان ذا دليفري روم وذ 44 يير اولد جرافيدا 10 بارا 8 ابورتس 1 هو هاز جاست جيفن بيرث تو طفل وزنه 4 كيلو 6 يعني ده عالي قوي ده ممكن يكون انفانت ديابيتك ولا حاجه. المهم يعني هاف ايه كوايت بيت بوست بارتم بليدنج الموست لايكلي كوز هو ايه هنا ممكن يكون يوتراين اتون يعني الدم مضخش كل الدم اللي فيه فحصل بوست بارتم هيموريج تمام يعني ممكن يكونوا مجاوبين على اساس كده. طيب 32 year old بريمي جرافيدا سين ات كلينك 37 ويك جستيشن تمام يعني ده بريتر ما هو او معاد حلو يعني. المهم لقينا ضغط 160 على 112 واليورين بوزيتيف 3 بروتين يعني معنى كده ايه بروتينوريا بروتينوريا عاليه يعني الريفلكسات تو بيتس اوف كولونوس لايبر ريفلكس ده كلامسيا بقى. الفاندل هايت ليفل 36 تمام. طيب السيرفكس 1.2 سم دايتيشن و الفيز دي يعني شورت 50% يبقى ممكن تكون بتولد. ادمتير تو هوسبيتال immediately for stabilization and induction للايه للليبر. طيب 24 year old برمي جرافيدا بيشنت at 7 week gestation presented to the emergency her pregnancy test positive examination لقيناها ايه لقينا اليوترس سوفت. طب انا مش حليت الحاجات دي سريت الابورشن خلاص كده تمام الحمد لله.